الابتزاز وكسر العظم. فيها ثلاثية: الصحراء، القدس، التطبيع. أنت يا مغرب ترأس لجنة القدس في شخص الملك. لجنة القدس منظمة التعاون الإسلامي. أنت يا مغرب عندك مشكل ديال الصحراء في عمره دابا 43 عام 44 عام. فحتى نعاونوك يعني ننظر في خدمة مصلحتك الوطنية في الصحراء، وباعتبارك ترأس لجنة القدس أعطي الثمن في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن يصبح المغرب بوابة مشرعة لاختراق الأمة من موقع لجنة القدس. هذه رسالة أوباما واضحة، ما فيهاش تخشخيش، ديكودي، ما فيهاش شي كود ديكوديها باش تعرفها، اقراها واضحة. اليوم بعد 10 سنوات يعود بومبيو. أوباما ينتمي للحزب الديمقراطي، بومبيو مدير سي اي اي سابقا، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وزير خارجية ترامب الجمهوري. فإذا كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يريد أن يبتزنا ويركعنا بقضية الصحراء، ونحن نرد. طبعا أمريكا والكيان الصهيوني لا يحتاجون إلى رد في هذا الموضوع، أنك الرد على الذين يروجون الموضوع في البلد. ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن قلوا من عند أنفسكم، أنا أخاطب الذين يروجون الكلام في المغرب، كما كتب أحدهم: التطبيع مقابل الصحراء، التطبيع مقابل الصحراء. وهذا الأحدهم استقبله مستشار نتنياهو لصناعة العملاء عفر جندلمان في مبنى الخارجية الإسرائيلية قبل سنة، على رأس وفدين فيه صحفيين في القناة الأمازيغية، فيه صحفيين في الدوزن، فيه رجال تعليم، ويروجون هذا الكلام ويقول بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني سيرضي علينا أمريكا. هذه الأمريكا التي ترعى ما يسمى بعض الأحزاب المتأمزغة.